أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وكنا نتابع مع حضراتكم قبل لحظات اللقاء الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 72. خلال هذا الحوار أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة أنفقت 120 مليار جنيه لمكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية. أيضا بنتابع مع حضراتكم لمزيد من التفاصيل، بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد أيوب الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة المصور. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. أهلا بحضرتك. يعني تابعنا قبل لحظات استكمالا لتصريحات الرئيس منذ صباح اليوم خلال الاحتفال بعيد الشرطة 72، ما أهم ما لفت نظرك في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين والإعلاميين؟ طبعا النهارده يعني اولا بنهني اخواننا ورجال شرطه مصر الوطنيين البواسل اللي قدروا يحافظوا على الامن ويستعيدوا الامن والاستقرار لمصر خلال السنوات الماضيه. كل عام وهم بخير وكل عام ومصر كلها بخير. الرئيس طبعا كعادته صريح وبيوضح الحقائق وشيء وبيقول لنا ايه الوضع الموجود في البلد وايه الوضع الموجود حوالينا، وده مهم جدا. المواطن نفسه بيشوف حرص الرئيس على رسائله وعلى بيطمئنه على الوضع في البلد. يعني فقدنا الاتصال بالصحفي الأستاذ أحمد أيوب، هنحاول بالتأكيد نعيد الاتصال به مرة أخرى، ولكن زي ما تابعنا مع حضراتكم كنا نتابع قبل لحظات لقاء يجمع ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والإعلاميين، وكان في استكمال لتصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليوم واللي تابعناها في مختلف المحاور. الحقيقة أنه في اللقاء اللي تابعناه قبل لحظات الرئيس السيسي ركز في بداية لقائه مع المسؤولين وعدد من الإعلاميين على نقطة في غاية الأهمية، وهي أولويات الدولة منذ عام 2013. والحقيقة أنه الرئيس السيسي أيضا طرح تساؤل عن أولويات الدولة وعن الفرق ما بين تأجيل التحرك في وقت 2013 مع عدد من التحديات الكبيرة اللي كانت بتواجهها الدولة وقتها، والفرق ما بين تأجيل التحرك وتأجيل نتائج التحرك. اتكلم عن ده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطرح حتى تساؤل هل ممكن كنا نتحمل الوضع في 2013 كما كان عليه بدون التحرك الفوري والفعلي ونتحمل نتائج هذا التحرك فيما بعد، وهو ما يحدث الآن. أيضا كان في عدد من المداخلات والأسئلة من عدد من الإعلاميين، وطبعا السياسة الخارجية المصرية كانت حاضرة في هذا الحوار، ورئيس السيسي تحدث عن الأزمات الإقليمية والجهود الجارية الآن لوقف إطلاق النار وعن اتساع حجم الصراع الآن في منطقة الشرق الأوسط. طيب عاد إلينا الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، برحب بحضرتك مرة تانية. كنا بنتكلم عن ما تم مناقشته في هذا اللقاء، وخلينا نبدأ بما بدأ به الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أولويات الدولة في عام 2013 والفرق ما بين تأجيل التحرك وتأجيل نتائج التحرك. طيب هنحاول مرة تانية نعود للصحفي الأستاذ أحمد أيوب. إذن كنا نستكمل معكم ما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين والإعلاميين. الحقيقة أنه منذ صباح اليوم ورئيس السيسي تحدث عن عدد كبير من التصريحات، وأشار حتى إلى أن الصعوبات اللي واجهتها الدولة أثناء أحداث 25 يناير كانت أحداث صعبة، وكانت محاولة لإثارة الرأي العام على الدولة وكسر الرابط ما بين الشعب والحكومة، وأكد أنه من الضروري أن يكون الشعب المصري دائما صف واحد وكتلة واحدة. نعود مرة أخرى إلى تحليل ما جاء قبل لحظات في حوار رئيس السيسي مع عدد من الإعلاميين والمسؤولين، وبينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك معنا، وتابعنا خلال يعني الدقائق الماضية لقاء جمع رئيس السيسي مع عدد من المسؤولين والإعلاميين عقب بالتأكيد الاحتفال بعيد الشرطة 72. في البداية
يعني رئيس السيسي تحدث عن عدد من الأمور، منها أولويات الدولة في عام 2013، والفرق ما بين يعني تكلفة التحرك في هذا الوقت وتكلفة نتائج التحرك فيما بعد، وأن التحرك كان ضروري في هذا الوقت لمجابهة عدد كبير من التحديات. كيف تابعت هذه التصريحات من الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين والإعلاميين أستاذ جمال؟ يعني تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة أنا تابعت بدقة ويعني قرأت رسائل السيد الرئيس. أولا خلينا نتفق على أنه هذه الرسائل جاءت من رحم الواقع المصري، وأنه هنا إشارة لابد من التأكيد عليها، أن الرئيس تحدث وهو يشعر بالمواطن المصري ويضع أمام المواطن المصري التحديات التي يعيشها المواطن في نفس الوقت وتمر بها الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق على الصعيد الداخلي المتعلق بالحالة الاقتصادية والأسعار. وأكد الرئيس على أنه يشعر بكل ما يعاني به المواطن، أو سواء على المستوى أو على الصعيد الخارجي فيما يتعلق بالتحديات التي تمر بها المنطقة والإقليم، ويعني على أيضا فيما يتعلق بالحرب على غزة. وبالتالي هنا نحن أمام رسائل مصارحة ومكاشفة ودقيقة وواضحة، وتنطلق من القواعد وتضع المجتمع المصري وكل الشعب المصري أمام المسؤولية الحقيقية وأمام إدارة هذه الملفات بشكل أعمق. أيضا هنا نذكر بعضنا البعض أن هذه الرسائل لم تنسى يعني المراحل التي مرت بها الدولة المصرية منذ 2011 وحتى هذه اللحظة. ونفتح قوس ونتوقف، علينا أن ننظر في مرآة عقد مضى منذ 2011 ونتوقف على سبيل المثال رقم واحد في مكافحة الإرهاب والتكلفة المليارية التي دفعتها الدولة المصرية لمواجهة ومجابهة هذا الإرهاب وهذا التحدي الكبير. رقم اثنين هو فيما يتعلق، وده ذكر السيد الرئيس بشكل واحد واضح، بنية التحتية لبناء الدولة، يعني مر كان عاشت على مدار نصف قرن أزمات في بنيتها التحتية وبنائها، وأمام دولة يزداد عدد سكانها ما يزيد عن 2.25 مليون كل عام. كل هذا يعني كان يحتاج إلى وقفة وسط صراعات وسط عالم متغير. كانت الدولة تواجه الإرهاب من ناحية وتبني نفسها وتبني ذاتها وتنبثق من ذاتها من ناحية أخرى، ومن ناحية ثالثة تحاول إعادة ترتيب أوراقها في الإقليم وفي العالم. كل هذا يأتي وسط تحديات وصراعات. فيما يتعلق بفكرة يعني التأكيد، وهنا يعني هذا الاحتفال وهذه الكلمة والاحتفال بمناسبة العيد 72 لرجال الشرطة البواسل، يأتي وسط إيه؟ موجات جديدة من التحديات وموجات جديدة من الصراعات وموجات جديدة. أنت أمام نظام عالمي جديد يتشكل الآن، وبالتالي هنا يعني التحدي كبير على الدولة المصرية. نحتاج إلى مزيد من الهمة. تتزامن هذه التحديات مع ظروف اقتصادية. الرئيس يعني أكد وتحدث بشفافية مطلقة وكاملة أمام المواطن أنه لن يترك المواطن في هذه المعاناة، وأنه يشعر به، وأن الدولة تبذل كل المجهودات من أجل تحسين وضع المواطن. تابعنا هذه الرسالة في إصرار وحرص. هو الحقيقة كان في يعني رسائل عديدة منذ صباح اليوم في هذا الاحتفال، رسائل عديدة للرئيس السيسي خلال الاحتفال في محاور كثيرة متشعبة سواء في الداخل وأيضا في الخارج. ولكن السؤال الذي طرحه الرئيس السيسي قبل لحظات في لقائه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين، هل كان لدينا خيار للتعامل مع التحديات التي واجهتها الدولة في عام 2013؟ شوف يعني في الحقيقة الخيار الوحيد هو المضي قدما في بناء الدولة بكل مؤسساتها واستعادة هوية الدولة المصرية واستعادة الوجود
وانا هنا اقصد واعني تماما فكره الوجود. انت امام دوله قبل ثوره 30/6/2011 كانت مختطفه، يعني الوجود المصري باكمله كان مهدد. انت في الداخل امام حكم جماعه ارهابيه قبل 30/6، وفي الخارج هناك يعني حرص شديد على انه المطلوب لرقبه الدوله المصريه، وبالتالي هنا انت كنت احتياط نقدي دوله على حافه الافلاس، مشاكل اقتصاديه غير مسبوقه، انهيارات مقترح قهر لم يكن امامك سوى ان تنطلق بقطار الدوله المصريه الى اقصى سرعه في هذا التوقيت الصعب، وانت بتسير بسرعه وسط توقيت صعب ان تبني تحارب على كل الجبهات. نرجع نفكر بعض ونرجع يعني الجبهات اللي كانت مفتوحه كانت تحتاج، صدقني وانا بتكلم ده كلام يعني بشكل صادق شهاده للتاريخ ولربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، انه ما حدث كان يحتاج الى على الاقل من 20-30 سنة لكي تستعيد الدوله عافيتها. وبالتالي هنا الفواتير لابد ان تكون مكلفه، لانه انت امام خيار، يا اما عدم وجود الدوله المصريه، واما وجود الدوله المصريه ومقدراتها واستعاده هويتها وترسيخ مكانتها واستعاده وجودها في المنطقه والاقليم، وهذا امر لابد ان يكون مكلف. دفعنا ثمنه من ارواح الشهداء، البواسل من الجيش والشرطه، ثمنه اقتصاديا، ثمنه، ولكن في النهايه هو ده السبيل، لانه هنا في رسائل مهمه، انه الشفافيه عنوان، الصراحه عنوان. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى مهمه قياده الدوله المصريه ومسؤوليه الدوله المصريه في 2014 واتخذ منهج الصراحه والوضوح والشفافيه ومصارحه المواطن المصري منهجا رئيسيا، وبالتالي يضع دائما امام المواطن وعلى المواطن المصري كل التفاصيل المتعلقه التي تقول وتؤدي الى انه لم يكن لدينا خيار سوى المضي قدما نحو الامام ونحو بناء هذه الدوله، لانه بناء الامم يستند الى علوم الدول هناك. وخلينا نقول انه احنا امام رئيس يقرا دفتر احوال الدوله المصريه كل طلعه شمس، دفتر احوال ما يزيد عن 100 مليون مصري لديهم، يحتاجون إلى كهرباء، يحتاجون إلى ماء، يحتاجون إلى صحة، يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون يعني تكلفة كبيرة جدا جدا في ظروف يعني وتحديات كبرى جدا جدا، وفي نفس الوقت أنت تمضي بشكل سريع وبشكل قوي وبشكل ثابت وسط عالم متغير. أنت هنا يعني في الحقيقة الدولة المصرية تفتح عين المسؤولية عن آخرها لتجابه وتواجه وتبني في نفس التوقيت. نعم. وبالتالي هنا الخيار الحقيقي واللي أنا بحب أكد عليه مرة ثالثة، إنه خيار الوجود مكلف، لكن لا يجب ولا يمكن ولن يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الفواتير. حضرتك اتكلمت عن المصارحة والمكاشفة في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما هي أهم الرسائل اللي تابعتها حضرتك خاصة بتحليل الوضع الراهن والأزمة، إن كانت الأزمة الإقليمية اللي بنعيشها وبتأثر علينا بالتأكيد، وأيضا الأزمة الاقتصادية ومشكلة الدولار؟ طيب فيما يتعلق به، نبدأ بالدولار. السيد الرئيس يعني كان واضحا جدا، أكد على أنه أزمة الدولار يعني هو يشعر بها ويتابعها، وهناك يعني أسباب لأزمات الدولار أو قلة الدولار في الداخل، وتتعلق بأن احنا بنشتري شهريا بنحو 2 مليار دولار خدمات أساسية للمواطن وضرورات حياتية للمواطن المصري لا يمكن الاستغناء عنها، وأنها تباع في الداخل في الجنيه المصري. وبالتالي هنا فيما يتعلق بهذه الجزئية أن هناك يعني وأنا سبق أن قلت ذلك، أن هناك مجال التفكير تعمل الآن على الصعيد الاقتصادي لحل هذه الأزمة ومجابهة هذه الأزمة وهذا الصعود المارد للدولار،
ويعني لدينا أمل كبير جدا في حل هذه الأزمة. من ناحية ثانية أنه السيد الرئيس أكد على أنه النسخة الثانية من الحوار الوطني ستشهد نقاشات عميقة وكبيرة وواسعة للملف الاقتصادي، تضم خبراء ويعني ومتخصصين ومختلف شرائح المجتمع ومختلف القوى السياسية للوصول إلى أفضل حلول ونتائج يمكن تقديمها على مائدة صانع القرار الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن. في على الصعيد الخارجي تحدث بصراحة عن قضية عن أم القضايا وهي القضية الفلسطينية والحرب على غزة. السيد الرئيس قالها صراحة وبوضوح يعني أنه معبر رفح، وإحنا يعني تحديدا هذه الجزئية يعني لابد من التأكيد عليها حتى نقطع الطريق أمام المجاهدين، ونحن لا نحتاج كما قال السيد الرئيس إلى أحد لكي يؤكد لنا ما نفعله مع الأشقاء في غزة وفي فلسطين. أنه معبر رفح مفتوح على مدار 7 أيام، يعني على مدار 24 ساعة في 7 أيام، في 30 يوم لم يغلق لحظة واحدة، وأن كل المشاكل التي من الممكن أن تحدث أو كانت تحدث كانت بسبب يعني تعنت الجانب الإسرائيلي. وإلى ذلك أيضا فيما يتعلق أنه تأكيد السيد الرئيس على ضرورة تقديم المساعدات للأشقاء في غزة، وهنا يعني هنا نوبل القيادة المصرية، نوبل الدولة المصرية، نوبل الشعب المصري. القضية الفلسطينية موقف الدولة المصرية منها لن يتغير قيد المولى منذ سواء على مر التاريخ أو سواء في الحرب السابع من أكتوبر 2023، والموقف سواء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أو موقف المؤسسات الدولة المصرية موقف ثابت وواضح وقوي والعلني وشفاف أمام كل قادة العالم، سواء يعني وزير الخارجية الأمريكي في لقائه مع السيد الرئيس هنا، سواء المستشار الألماني، سواء مكالمات السيد الرئيس مع الرئيس الأمريكي أو مع كل قادة العالم، كان الكلام واضح والخطاب واضح ومفردات الدولة المصرية ثابتة وقوية، وأنها لن تتخلى عن مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67، وهذا أمر يعني لا يمكن أن تخطئه عين أي من أطراف القضية، ومصر بذلت وتبذل وستبذل وستواصل مجهوداتها. والرد الحقيقة أيضا يعني الرد كان واضح بشكل كبير لأي شخص يمكن أن يشكك، وعلى بالتأكيد الادعاءات التي تقال على الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي بأن مصر ربما لديها جزء من المسؤولية في عدم دخول المساعدات، كل هذا كان في رد واضح عليه، وحتى رئيس سيسي قال ما تستنوش حتى البيانات اللي ممكن تنفي ده، لازم تثقوا في الدولة وفي موقفها من ما يحدث في قطاع غزة. يعني ده معناه انه يعني السيد الرئيس يؤكد على ان هناك ثوابت في قلب الدولة المصرية لا تحتاج الى برهان ولا تحتاج الى دليل، وان يعني هذه القضية، شوف الموقف المصري موقف شريف، خد بالك هنا شريف، انا اعني كلمة شريف، مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بشرف، بشرف، وهنا يعني مهم المصطلح ومهم المعنى، لأنها كلمتها واحدة لا تحمل أكثر من كلمة ولا تقول أكثر من خطاب، وبالتالي هنا يعني المزايدات التي تأتي من هنا أو هناك أو يستثمرها ويروجها الكارهين لي أو الكارهون للدولة المصرية، ده أمر يخصهم شأنهم هم، لديهم مشاكلهم الخاصة، لكن يعني الثابت والراسخ هو أن الدولة المصرية تقوم بواجبها للأشقاء في غزة. المعبر مفتوح على مدار 24 ساعة، على مدار 7 أيام، على مدار لم يغلق لحظة واحدة، العالم كله يعلم تماما أن الدولة المصرية تقدم المساعدات، وأن القيادة السياسية في مصر قالت كلمتها منذ اللحظة الأولى. إحنا لا نذهب بعيد، وخلينا نتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط عدم دخول أصحاب الجنسيات الأخرى من معبر رفح قبل أن تدخل المساعدات بالفعل إلى غزة. نحن نتحدث عن دولة بحجم مصر لها تاريخها ولها قوتها ولها وجودها، نعم. يعني مهما بلغت التحديات
وخلينا نقول انه يعني هذه مطبات سرعان ما تعبرها الدولة المصرية وتصعد ويعني تفقد، وهي فرضت بالفعل خطابها على العالم تجاه. ويرجع ونقول هنا الله، واحنا لغايه من 7 اكتوبر لغايه 15 اكتوبر كان الخطاب ليه لغه معينه، بعد 15 اكتوبر نجحت الدوله المصريه بكل مؤسساتها الدبلوماسيه الرئاسيه وكل مؤسسات الدوله المصريه نجحت في ان تغير الخطاب، لانها اتسم هذا الخطاب الذي فرض نفسه على قاده العالم وعلى النظام العالمي الكامل، خلينا نقول بشكل مباشر يعني، لانه اتسم بالقوه وبالصراحه وبالشفافيه وبالوضوح، وان هذه القضيه قضيه مركزيه بالنسبه للدوله المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تخرج الاكاديميات العسكريه من قبل او في اصطفاف لقواتنا المسلحه في اكثر من دوله، اكد على انه لن يسمح بالتهجير للاشقاء الفلسطيني ولن يسمح بالقضيه الفلسطينيه، وكل هذا يعني مرتبط بعضه البعض. وفي النهايه الرساله كانت واضحه الى من يهمه الامر، والحقيقه الموقف بالاخص من قضيه التهجير يعني كان واضحا منذ البدايه، و يعني هذا الموقف تم ترجمته للعالم أجمع، والآن الكل أيضا يتحدث عن مخاطر التهجير التي تحدثت عنها مصر منذ البداية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. لازلنا مشاهدين الكرام مستمرين بكل تأكيد في متابعة ما جاء في رسائل الرئيس اليوم في الاحتفال بعيد الشرطة 72، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، لازلنا معكم في هذه التغطية لمتابعة رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة اليوم. إذن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشددا على أن ما تم إنجازه لا يمكن التفريط به، مشيرا إلى أن مواردنا محدودة للغاية ولا تكفي كل شيء، وأن الحل هو في زيادة معدلات التصدير ومساهمة الصناعة في ذلك من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار. وأضاف رئيس السيسي أيضا خلال لقائه عددا من المسؤولين والإعلاميين مساء اليوم على هامش الاحتفالات بالذكرى 72 لعيد الشرطة، أكد أننا كنا نستهدف أن يرتفع بمعدل التصدير إلى 100 مليار دولار، ولكن هذا لم يحدث بسبب الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج. ولفت رئيس السيسي إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن زاد عدد السكان بحوالي 26 مليون نسمة، وهي زيادة سكانية لها متطلبات ضرورية ولا بد للدولة أن توفرها. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم 25 يناير عام 1952 هو يوم جليل وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية. وفي كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، شدد الرئيس السيسي على أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الصعوبات التي واجهتها الدولة أثناء أحداث 25 من يناير كانت صعبة للغاية، حيث كانت محاولة إثارة رأي العام على الدولة لكسر الرابط بين الشعب والحكومة، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون الشعب المصري دائما صفا واحدا وكتلة واحدة، وأن أي تحديات أو صعوبات تمر بنا يجب أن نكون معا. أحداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة أثناء الأحداث الصعبة اللي مرت وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده، لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة أو بشكل بسيط أول الناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى إحنا وإنتوا، يبقى إحنا وإنتوا، يعني إحنا وإنتوا يبقى الشعب في 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 مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية أو وزارة الداخلية في مكان، وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة لدى الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن. بالتأكيد تصريحات مهمة للغاية تحدث عنها رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خاصة فيما يخص العلاقة ما بين الشعب المصري والشرطة. تابعنا في يعني هذه التصريحات الأخيرة قبل لحظات محاولات تقليب الرأي العام على الشرطة، كيف تابعت هذه التصريحات دكتور حسن؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا أتصور أنه يعني حديث الرئيس اليوم بمناسبة أعياد الشرطة يعني هو حديث مكاشفة وحديث يتسم بالشفافية كعهدنا بالرئيس السيسي يعني في جميع الخطابات التي يتوجه فيها إلى الشعب، لأن الحقيقة الهدف من هذه الشفافية والمكاشفة أن يكون الشعب شريكا في عملية صنع القرار. ومن هنا الحقيقة يعني أثير الحديث حول ما يعني شهدته أحداث يناير في 2011 من مؤامرات الحقيقة خارجية تستهدف يعني فك عرى التلاحم ما بين الدولة من ناحية والمواطن من ناحية ثانية بإثارة الخواطر وإثارة الرأي العام وتقديم الشائعات وبث التوترات بهدف إحداث الانقسام، وده كان نتيجته الحقيقة أن مصر خسرت كما قال الرئيس في هذه الفترة حوالي 450 مليار دولار، فده كان نتيجة المؤامرات الخارجية التي استهدفت عقول الشعب المصري، وما تزال الحقيقة بالمناسبة هذه المؤامرات يعني تدور، ولكن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر مشاركة كمان في الإنجازات التي تحققت على مدار أكثر من 10 سنوات. ويمكن ده كان القسم الثاني من كلمة السيد الرئيس، أنه يعني رغم المحاولات لتأليب الرأي العام إلا أن هناك دعوات دائمة ومكثفة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، لأن ما تحقق وتحقق بجهد الإنسان المصري لصالح الإنسان المصري، وبالتالي لابد أن نكافح للحفاظ على هذه الإنجازات والمراكمة عليها. ويمكن كان استتباعا لهذا الكلام ما أشار إليه السيد الرئيس من أنه مصر الحقيقة يعني أنفقت أكثر من 120 مليار دولار كما تعلم حضرتك والسادة المشاهدين على مدار 10 سنوات لمكافحة الإرهاب، هي أعمال العنف والإرهاب كانت تستهدف الحقيقة إعاقة مسار التنمية ويعني إعاقة الرؤية التي كانت تتبناها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي السلطة، وهي دفع عجلة التنمية إلى الأمام ودفع معدلات النمو، فبالتأكيد أعمال العنف دي كانت تعوق هذا الأمر، خصوصا أنه هذا الإنفاق كان إنفاقا ضروريا. بمعنى إيه؟ أنه لا نستطيع أن نتحدث عن تنمية حقيقية ومستدامة ومستقرة إلا إذا كان الوضع الأمني مستقرا. الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وده لازم الحقيقة المواطن المصري يدركه، أنت لا تستطيع أن تحقق التنمية وأن تحافظ على المنجزات إذا لم يكن الوضع الأمني مستقرا، وبالتالي لا تستطيع أن تتخلى عن أحدهما لصالح الآخر، الاثنين يسيران في خطين متوازيين. فأعتقد أن هذه التصريحات يعني أعتقد أنها بتزيد وعي المواطن المصري بما يتم الآن، خصوصا أن الرئيس الحقيقة أشار كمان إلى أنه مواطن مصري يشعر بما يشعر به المواطن من حالة ضغط الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأكد أن هذه الظروف هي ظروف جاءت نتيجة عوامل متعددة أكثرها كان مرتبط بالعوامل الخارجية، يعني الكورونا من ناحية، الصراع الروسي الأوكراني من ناحية، الصراع في غزة من ناحية، الصراع في السودان من ناحية، كلها أثرت كأزمات عالمية على الأوضاع الاقتصادية داخل مصر وعلى سلاسل الإمداد والتوريد.
نعم، ربما الجزء المتعلق بتصريحات المتعلقة بالاقتصاد بالتأكيد سنأتي عليها ويكون في تحليل مخصص لها، ولكن أعود لما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين. وربما الرئيس السيسي طرح تساؤل حضرتك طرحته، هو هل كان لدينا خيار في عام 2013 خاصة فيما يتعلق بمجابهة الإرهاب وتحمل كلفة هذه الإجراءات أم تحمل كلفة نتائج هذه الإجراءات فيما بعد؟ كيف تابعت هذا التساؤل من الرئيس السيسي؟ الحقيقة كان واضح تماما كما قال الرئيس السيسي أنه لم يكن أمامك بديل، إنما المسألة كانت حتمية للحفاظ على الدولة المصرية والحفاظ على المجتمع المصري والحفاظ على المواطن المصري. لا يمكن أبدا للدولة أن تتخلى عن وظيفتها الأساسية، لأنه حين نتحدث عن وظائف الدولة نتحدث عن وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى هي وظيفة الاقتصاد، بمعنى إعطاء الحدود التي تسمح بحياة كريمة للمواطن، والوظيفة الثانية هي توفير الأمن، توفير الأمن والأمان. وبالتالي كان حتميا على الدولة المصرية أن تواجه أعمال العنف والإرهاب مهما كلفها الأمر، لأنه الحقيقة تركها لأعمال العنف كان حيترك عواقب سلبية وما كنا نحقق التنمية التي تحققت حتى اللحظة التي نعيش فيها الآن. المشروعات القومية التي نفذت حتى الآن هي نفذت بأيادي مصرية، المشروعات القومية التي نفذت هي نفذت لصالح المواطن المصري، المشروعات القومية التي نفذت ووفرت فرص عمل لأكثر من 6 مليون مصري. وبالتالي لا يمكن التخلي عن استمرارية البناء في هذه المشروعات، لأنه كما قال الرئيس الحقيقة أنه هناك تصورات أنه أعمال العنف كانت توقف مسار التنمية، وأعمال العنف أيضا مطالبات بوقف المشروعات القومية. مش ممكن أن حضرتك تتخلى عن فكرة توفير فرص العمل، لأنه ده مرتبط بالاستقرار الاجتماعي. نعم، تحدثنا عن يعني محاولات تقليب الرأي العام فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الشعب والشرطة، كيف ترى تعامل المصريين مع هذه الدعوات دكتور حسن؟ يعني أعتقد النهاردة المواطن المصري بقى أكثر وعيا من ذي قبل، وأصبح أكثر إدراكا، لأنه كمان مصادر المعرفة ومصادر المعلومات أصبحت عديدة جدا، وأصبح المواطن المصري أكثر قدرة على أنه يعني يكشف الكذب من الحقيقة. بالإضافة الأمر آخر الحقيقة أنه النهج الذي يعني يسير عليه الرئيس السيسي منذ تولي السلطة حتى الآن عزز فكرة الثقة بين المواطن وبين الدولة، لأنه أدرك المواطن الحقيقة أن الرئيس دائما ما يتبنى نهج المكاشفة والمصارحة والشفافية، وبالتالي أصبح هناك ثقة كبيرة في الدولة ممثلة في رئيس الدولة الرئيس السيسي وممثلة أيضا في الجهات الحكومية. وصحيح أن هناك بعض الانتقادات التي قد توجه من المواطنين، ولكنها انتقادات الحقيقة لتحسين الصورة لكي تكون المسألة أفضل بكثير مع استمرار جسر الثقة بين المواطن وبين الدولة. يعني النهاردة لما حضرتك تتكلم عن فكرة الشائعات مثلا، أعتقد أنها يعني لم تعد تجدي نفعا كما كانت من قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات كان هناك قابلية لكثير من المواطنين، وكانت الأرضية موجودة، هي أرضية خصبة لنشر الشائعات، كان زي ما بنقول كده حروب الجيل الرابع. النهاردة أعتقد أنه المواطن الشاب اللي موجود النهاردة إدراكه للمعلومات، بحثه عن المعلومات، تصديقه للمعلومات، ثقته في مؤسسات الدولة، ثقته في قيادة الدولة، كلها أعتقد أنها يعني تسد منافذ الشائع. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا في هذه المداخلة. للمزيد أيضا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الشعب والشرطة ينضم إلينا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. برحب بك أستاذ شريف. تصريحات كثيرة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الشعب والشرطة، والرئيس السيسي أيضا تحدث عن معركة الإسماعيلية، هذه المعركة التي ضحى فيها يعني أفراد الشرطة بحياتهم في محاولة لحماية مقر محافظة الإسماعيلية. أولا نريد أن نذكر يعني كل المشاهدين بهذه المعركة، نريد أن نذكر بالسبب الذي نحتفل به الآن بعيد الشرطة. أستاذ شريف، تأكيد على حضرتك وعلى كل مشاهديك، اسمح لي في البداية أن أؤكد على أن الكلمة المرتجلة دائما هي عكس الكلمة الرسمية، وربما هي تمس القلوب أكثر، وبعيدا عن العبارات البروتوكولية أو الإنشائية، فإن الحديث من القلب له طبيعة أخرى. وأعتقد أن تعمد الرئيس إلى الكلمة المرتجلة بعد خطابه الرسمي
هو تعبير يخرج من القلب إلى القلب، وبالتالي فإن هذه الكلمات في جمل واضحة ومباشرة تسترشد الكثير من الأمثلة، ومنها عيد الشرطة. عيد الشرطة في 25 يناير عام 1952 هو ليس عيدا للشرطة فحسب، ولكنه عيدا لكل المصريين، لأنه هو تتويج لمرحلة كبيرة من النضال الوطني عرفت منذ أكتوبر عام 1951 حينما ألغيت المعاهدة مع الجانب البريطاني، وأدى ذلك إلى صعود طيار الكفاح المسلح في منطقة القناة عموما، وأدى في النهاية إلى هذا الحصار الكبير الذي كان يستهدف به الاستعمار العودة مرة أخرى إلى العاصمة القاهرة. وكما هو معروف أن القوات الإنجليزية كانت متواجدة وفقا للمعاهدة في منطقة القناة فقط، وبالتالي كان هناك ترتيب أن تبدأ عملية الهجوم على كراكول الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، وفي اليوم التالي تحدث المجزرة والعملية الكبرى وهي حريق القاهرة في 26 يناير. إذن هذه الوحدة كلها هي وحدة متصلة وليست منفصلة. ف 25 يناير لا يمثل فقط يعني صلابة لجبهة الشرطة وقدرتها على توجه الصلف والتعنت الاستعماري، ولكن أيضا سبقها 100 يوم من المواجهات المسلحة بين الشعب المصري من الطلبة والمدنيين وحتى رجال الجيش الذين يقودون هذه التنظيمات. وربما تجلى ذلك في أعمال روائية وفي أعمال درامية لازلنا نحتفظ بها حتى اليوم. وأنا أعتقد أن قدرة الشعب المصري تظهر وقت الأزمات. أما في الوقت الحالي ففكرة التحام الشعب بالشرطة، أنا أعتقد أن كلمة اليوم كانت كلمة واضحة فيما يتعلق بمسألة إسقاط الدولة المصرية، وإسقاط الدولة المصرية كان هدفا رئيسيا. وبالتالي أتوقف أمام لفظ ترميم العلاقة، يعني فكرة أن نرمم العلاقة بين الشرطة والشعب. هذه العلاقة التي نجحت الدعاية المضادة بعض الشيء، فأن تفسد هذه العلاقة، فكرة الترميم كانت تحتاج إلى وقت، وتحتاج أيضا إلى علاج يعني بنوع من الحساسية، لأنه يعني كان يمثل أزمة كبيرة بين الشعب والشرطة، وهذه الأزمة قد يعني تم ترميمها كما قال السيد الرئيس، تم ترميمها بحنفية عالية، وأصبح جليا الدور الذي تقوم به الشرطة المصرية تجاه الأمن في مصر، وخاصة دورها الكبير في مسألة الحرب على الإرهاب وفي مكافحة هذا الإرهاب. وأعتقد أن دور الشرطة المصرية وسط هذه المتغيرات وهذه التحديات الكبيرة في مسألة الجرائم الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي وغيره، الجريمة في حد ذاتها أصبحت مختلفة تماما، وبالتالي هي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية تتعامل وفقا لأحدث تقنيات العصر في ذلك الإطار. نعم، وأيضا يعني فيما يخص الحرب على الإرهاب، الحقيقة كان في عدد كبير من التصريحات مختصة بالحرب على الإرهاب وتكلفة الحرب على الإرهاب خلال العشر سنين اللي فاتوا، حوالي 120 مليار دولار تم إنفاقها في الحرب على الإرهاب. كيف تابعت هذه التصريحات ويعني أهمية هذه الجهود؟ لم يكن لدينا خيار أستاذ شريف. حقيقة يعني دعنا نتوقف أمام شيء مهم جدا، في أنك حينما تتحدث عن 120 مليار دولار مليار جنيه لمكافحة الإرهاب، هي كفيلة بأنها في حد ذاتها تكون موازنة الدولة، وبالتالي حينما تسخر الدولة المصرية هذه الميزانية
الكبرى لمكافحة الإرهاب. الأخطر من ذلك هو مسألة تثبيت الوضع الآن، يعني مسألة ليست مكافحة الإرهاب فقط، ولكن تثبيت هذا الوضع والحفاظ على نفس الوتيرة في مسألة المقاومة، لأن ده برضو ليه تكلفته. يعني إذا كنا نتحدث عن معدات ونتحدث عن آليات، فإننا يجب أن نذكر أيضا البشر. هل مصر قدمت المئات من الشهداء في هذه المعركة الكبرى، معركة الإرهاب، سواء من رجال الشرطة أو من رجال الجيش أو من المدنيين الذين دفعوا وقدموا أرواحهم فداء لمصر؟ وبالتالي هذه الأرواح لا تقدر بمال، وإن كانت حتى تكلفة الحرب بالكامل التكلفة المادية هي 120 مليار جنيه، إلا أن أرواح المصريين الزكية هي أغلى من ذلك بكثير. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه التواصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونستكمل مع حضراتكم رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة اليوم. قال الرئيس السيسي أن الحوار الوطني كان فرصة للحديث عن موضوعات متنوعة، وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة فيما يخص الاقتصاد. احنا عندنا أزمة واحدة في الاقتصاد، واحنا يمكن أنا استغل الفرصة ديت ان احنا موجودين هنا مع بعض دلوقتي، واقول ان احنا في الحوار الوطني اللي اطلقناه من سنتين كان فرصة كويسة قوي ان احنا نتكلم في موضوعات كتيرة جدا، سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يمكن. لكن احنا بنأكد مرة تانية ان احنا هنطلق حوار تاني. الحوار الوطني احنا قلنا لن يتوقف، وقلنا يمكن مجلس الامم بتاعه يبقى مسؤول على ان ده يستمر، عشان الحيوية اللي هو حققها خلال الفترة اللي تم فيها إجراء هذا الحوار. دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور هشام. وفي البداية، يعني حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استمرار الحوار الوطني، أولا ما الذي تحقق في النسخة الأولى أو الجولة الأولى من الحوار الوطني من توصيات من مخرجات تم الاعتماد عليها بعد ذلك؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. خليني أقول لك إن الحوار الوطني وحالة الحوار اللي حصلت من ساعة ما أطلق السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية في رمضان قبل الماضي، ده كان يعتبر من الأحداث المهمة الكبرى في الفترة في التاريخ الحديث للدولة المصرية، وإحنا شفنا على الحقيقة آثاره اللي تجلت بشكل واضح وجلي وصريح في انفتاح المجال العام. لا تخرج لنا انتخابات رئاسية بهذه الروعة، تعددية تشاركية، عبر فيها الجميع عن رأيه، وصل حيادية إعلامية ووعي مجتمعي كبير جدا، ونسبة مشاركة غير مسبوقة في التاريخ المصري المعاصر. حالة الحوار خلقت في الشعب المصري ما دعا إليه ووصفه الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بأن هو حالة الاصطفاف الوطني اللي احنا محتاجينها، واللي هي تحققت على الحقيقة وحققت مفهوم ما يسمى بالوطن الواحد والهدف الواحد، وما يسمى حالة ان الحوار بديلا عن الصراع، واغلقت كل الفرص اللي هي كانت بالنسبة لنا على اعداء الدولة المصرية واعداء الشعب المصري في محاولة النيل من الوحدة الوطنية للشعب المصري. لان حالة الحوار خلقت حالة من المشاركة وتبادل الآراء، بخصوص المشاركة وتبادل الآراء، يعني كلمنا أيضا عن شمولية الحوار الوطني، كان في أصوات من مختلف يعني الخلفيات السياسية والاجتماعية، يعني كان في تنوع شديد. هذا التنوع اللي احنا شفنا ان بالنسبة له عطى ثقة كبيرة جدا في الرأي العام، وده شفناه في الانتخابات الرئاسية من
رؤساء الأحزاب اللي مثلوا كل طوائف الشعب المصري من أقصى المعارضة اللي هو بالنسبة له للوسطي للمعارضة الإصلاحية، أشكال متنوعة والجميع تكلم بحرية تامة. وكان الحوار الوطني ده تمهيد إن الشعب، إن إحنا كلنا نبدأ نتعود إن إحنا بالنسبة لنا بنتكلم على مائدة واحدة مهما اختلفت الآراء، وتعلمنا أن نتفق على ثوابت وطنية. إن إحنا بالنسبة لنا زي ما شفنا في ملف غزة وكثير من الملفات التي كانت تتعلق بالأمن القومي المصري، ده نتج من الحوار. لأن في البداية إحنا كنا في الحوار الأطراف اللي كانت موجودة لسه مش عارفة بعض، لسه مش عارفين نتناقش في قضايا، مش عارفين لسه نخرج بمشتركات. انما توصلنا في نهاية الحوار ان احنا بالنسبة لنا اكثر من 133 توصية اترفعت للحكومة. اتعلمنا ان احنا نسمع بعضنا، اتعلمنا ان احنا نتكلم بطريقة منظمة، اتعلمنا ان احنا نتكلم بطريقة برامجية، اتعلمنا ان احنا ندخل في صلب المشكلة مباشرة ونقدم الحلول. والحلول دي ممكن تبقى توصيات او ممكن تكون سياسات او ممكن تكون تشريعات قانونية. وده اللي حصل، ان السيد الرئيس هو بالنسبة له كان استجاب بشكل كبير جدا لاول مقترح ان هو يكون امتداد الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وده شفناه مما اعطى اطمئنان كبير جدا للساحة المصرية. الحقيقة ان الحوار الوطني خلق حالة من الوعي المصري، تعودنا ان احنا بالنسبة لنا ان احنا يكون ان هناك يكون رأي ورأي اخر. شوفنا النهاردة في خطاب الرئيس هو بيتكلم ان احنا على الفعل احنا عندنا رؤيتين اقتصاديتين، رؤية بتقول ان هي اقتصادية بتقول ان احنا يجب ان احنا بالنسبة لنا يكون في تقشف شديد، وان احنا بالنسبة لنا نقلل من الانفاق بشكل كبير جدا. وفي رؤية تانية بتقول احنا لو فعلنا الكلام ده وان احنا عملنا التقشف بهذا الشكل يؤثر ذلك على ملايين المصريين اللي هم بيشتغلوا. فعندنا هنا رؤيتين الرئيس طرحهم، فبيقول لك احنا بالنسبه لنا ده راي محترم وده راي محترم، بس احنا بناخد بده وبناخد ليه. هنا احنا بنبدا نشوف دلوقتي في اللي احنا شايفينه ان مفيش راي في مصر الان يعني مصادر او يعرض عليه او ان هو بالنسبه له يمنع انه يقال. الحاله دي عملت حاله من الاصطفاف الوطني ان الرئيس بيتكلم عليها، ان بسبب الاصطفاف الوطني ده والنضج السياسي اللي حاصل ده، رغم الأزمات الكبيرة اللي بتحصل في المنطقة ورغم الأزمات العالمية وما نمر بيه على الحقيقة من ضائقة اقتصادية يكتوي بها الشعب المصري، ولكن الوعي المصري وهذا الاصطفاف وهذه المكاشفة وهذه الروح والمشاركة الشعبية وكلنا بنسمع بعض وبنحاول كلنا نجد حلول عشان نتقدم إلى الأمام، لأن احنا بالنسبة لنا حريصين على دولتنا. وده اللي كان بيتكلم فيه السيد الرئيس النهاردة وأشار ليه فيما يتعلق في ملف الحوار الوطني. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، شكرا جزيلا لحضرتك. اذا نتابع معكم ايضا قال رئيس عبد الفتاح السيسي حول اراء بعض المسؤولين الاقتصاديين بضروره اجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري، ان هذه الرؤى من منظور اقتصادي هي جيده، مضيفا انه لا يمكن ايقاف كافه المشروعات التي يعمل بها 6 ملايين مواطن. المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرائد، بس انا عايز اقول لكم كلكم حاجه، في فرق كبير قوي بانك انت تقول راي وانك انت تنفذ الراي. فرق كبير قوي انك تقول راي وانك تنفذ الراي ده مع راي عام، مع ناس، مع دوله في ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار. لسه كنت برضو بقول بتكلم في النقطه ديت وبقول لهم اتقال لنا، وده من يعني من اقتصاديين كتير، ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا. انا ما بقولش سر ولا حاجه، وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل. ووجهه نظر من منظور اقتصادي وجهه نظر جيد، مفيش فيها، ما حدش يقدر يتكلم فيها حاجه، لكن انا هحط ده منها مش وجهه نظر، هقول ايه؟ هقول طب انا الكلام اللي بقوله دايما، أنا بشغل 5-6 مليون، قولوا لي أنتوا يا مصريين ياللي إحنا كلنا في مركب واحد، أخلي ده يقفل ويروح حتى لو أنا حديله إيه؟ حديله 500 جنيه، حديله 1000 جنيه في الشهر، يعني هدفع 5-6 مليار في الشهر في السنة ب 60 مليار، ف
في حين ان هو بيعمل ده، الراجل اللي بتكلم عليه ده اللي شغالين في الدولة كلها بالكامل بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير وعايش. هتقول لي بس الدنيا غالية، هقول لك غالية بس كلنا نقدر نعيش. سنتابع المزيد حول هذا الجزء، وبينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى برحب بيك، ويعني بنتابع هذا الحديث وعرض لي عدد من الحلول حول الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية الخروج منها. كيف تابعت هذا الجزء وأبرز الحلول المطروحة على الطاولة للخروج من هذه الأزمة؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين، واسمح لي أولا بهني أخواتنا وأهلنا في الشرطة وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، لكم جزيل الشكر ولكم طبعا فضل كبير جدا في يعني مواجهة التحديات سواء في الإرهاب أو التحديات الاقتصادية. وهذا طبعا مدخلنا من اللي السيد الرئيس ذكره في جزء من التحديات الاقتصادية ورؤية مصر حوالين إزاي عبورها للأزمات اللي حضرتكم بتشوفها دلوقتي. طبعا كثير من التوصيف اللي فخامة الرئيس تحدث عنه وقال قد ايه الصعوبة، ولكن قال ان في جزء كبير جدا من التحدي هي ازمة العملة الاجنبية. ولا يخفى على حضراتكم طبعا ان الازمة بتاعت العملة الاجنبية جزء كبير جدا جاي منها مستورد من الخارج، طبعا نظرا للتداعيات والازمات الاقتصادية اللي حدثت في العالم وزيادة التضخم، وللأسف أثرت على زيادة معدلات الفايدة، يعني ارتفعت أسعار الفايدة في العالم، فانسحب جزء كبير جدا من الاستثمارات من عندنا ومن الشرق الأوسط ومن كل العالم تقريبا اتجهت للأسواق الأمريكية، وده أثرت علينا تأثير كبير جدا كما يعني يتراءى لقدرات الدولة في تنفيذها للخطط اللي كانت ماشية فيه. وده اللي تحدث عنه فخامة الرئيس النهاردة، قال إن هو فعلا مستمع لكثير من آراء الاقتصاديين، ولكن كيفية مواجهتها على أرض الواقع أو كيفية تنفيذها على أرض الواقع بيكون أمامها التحديات. طبعا نشارك مع فخامة الرئيس هذا أمر فعلا، إن النهاردة ممكن يكون خبراءنا أو كل الاقتصاديين بيتحدثوا النهاردة بوجهة نظر قبل للفكرة للنظرية، ولكن التطبيق على أرض الواقع بياخد منهجية أخرى. ليه؟ لأن أنت النهاردة بتحاول تحرك المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، يعني النهاردة بدل ما نقعد نستورد بنحاول النهاردة نعمل حاجة تانية مهمة، أن أنت النهاردة تنتج، فتفتح مصانع، فتفتح شركات، فتفتح استثمارات لرأس المال البشري، يعني تديله أفكار عشان الناس تشتغل، لأن عمر الدولة ما هتقدر كل سنة النهاردة مع الزيادة السكانية دي يكون فيها مجالات لسوق عمل تقريبا عايزة كل سنة 1,000,000 وظيفة. نعم. بعيد عن أي قدرة أي يعني دولة أو حكومة. هذا التصور أفندم أوت اللي قاله خمت الرئيس. فضل. ولكن يعني عندما نتحدث عن المصطلح اللي ذكره الرئيس سيسي وهو الانكماش الكبير اللي بينادي به عدد من الاقتصاديين، ما المقصود به وأثره أيضا؟ خلينا أقول لحضرتك بمنتهى البساطة، التعبير الخاص بعملية الانكماش يعني إيقاف كلي وجزئي لكل المشروعات اللي هو أشد من الترشيد، يعني مش الترشيد بقى يكون المرحلة الأصعب من ذلك، وهو الانكماش في عدم الإنفاق على مشروعات للتنمية وأيضا اللي هي بتحقق معدلات النمو، وهذا له أضرار. يعني أنت النهاردة إحنا فعلا بنطالب أن يكون في ترشيد ولكن لا يكون في انكماش. ليه؟ لأن أنت النهاردة بترشد إنفاقك، يعني بتحاول تدبر تاني أولوياتك، ده للدولة. ولكن عملية الانكماش ده ليها أضرار، أضرارها زي إيه؟ إن أنت النهاردة بيكون عندك زيادة في معدلات البطالة، والزيادة للأسف دي بتأثر على المجتمع تأثير كبير. يعني إيه بمنتهى البساطة؟ يعني النهاردة لو أوقفت كل المشروعات اللي هي الدولة شغالة عليها خلال الخمس سنوات الماضية تقريبا أو الست سنوات الماضية، فأنت النهاردة بتزود مؤشرات البطالة. طب مؤشرات البطالة دي النهاردة بتزيد، هتضطر توجه لها مبادرات من الدعم، هتوجه لها مبادرات من الدعم، يبقى لازم توفر فلوس في الموازنة العامة للدولة. طب هتوفر فلوس زيادة من العامة للدولة، يبقى هتزود باب الإنفاق أو باب الأجور، وهتبتدي تكون في دخلت في مسار آخر خلاف اللي انت شغال فيه. فالدولة بتحاول توصل لما بيسمى بنقطة الايه، نقطة التعادل، ان تشغل بعض من المشروعات وتشغل بعض من الناس وتحاول تيسر الامور لتحجيم الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيه.
يعني بمنتهى البساطة لو وقفت كل المشروعات النهاردة البطالة هتزيد، هيحصل انفلات مجتمعي، الناس عايزة فلوس، وطالما عايزة فلوس يبقى النهاردة هتزود على قدرات المجتمع المالية، يعني هتضطر تلجأ لوزارة المالية تدي الفلوس للناس. طب النهاردة احنا بنحاول نشغل الناس دي النهاردة وتكون منتجة، ولكن ما عندهاش الاكتفاء الذاتي. يعني بمنتهى البساطة اكيد اي موظف دخله النهاردة 5 أو 10 آلاف جنيه ممكن يكونوا فعلا مش مقضيينه، ولكن افضل من ان هو النهاردة يكون كل دخله النهاردة توقف. فالدولة بتحاول توازن هذه الامور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتبني فكرة اقتصادية منهجية للسنوات القادمة. ده جزء مهم، يعني هذا التوازن بالتأكيد هو توازن مهم ما بين يعني استخدام النظريات الاقتصادية للخروج من الأزمة وأيضا تطبيقها على أرض الواقع. إيه المسار اللي ممكن تتبنى الدولة في هذا الاتجاه دكتور مصطفى؟ شوف خليني أقول لحضرتك في وجهة نظر الشخصية، وأنا من يعني بحاول دايما أفكر في كيفية الخروج من الأزمات الاقتصادية اللي احنا فيها. أولا لازم يكون عندنا منهجية العمل والتشغيل والإنتاج، يعني لازم يكون هذا الأمر مثبت في أهدافنا، إن احنا لازم يكون شغالين على طول، لازم نكون منتجين على طول، ولازم ندي يد العمل الأولوية. فعلشان كده دايما نقول يا فندم ادي إتاحة لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. لازم يعاد تاني الفكر في السياسة الضريبية. ما ينفعش يا فندم تعمل قانون استثمار وتلاقي بكرة الصبح قانون الضرائب بيغير أو بيكون مضارب لقانون الاستثمار. قانون الاستثمار بيدي حوافز للمستثمر لأي شخصية كبيرة صغيرة كمنشأة يعني، وتلاقي أن قانون الضرائب في تطبيقه بياخد جزء كبير جدا من اللي هو المضاربة التضارب في عملية الاستثمار. لازم يكون في رؤية إزاي أنت النهاردة بتدي مبادرات للمستثمرين. وأنا في وجهة نظري برضو ده كنا صرحناه في الحوار الوطني، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لازم يعد تصنيفها مرة تانية. ليه؟ أنت النهاردة حققت مثلا، أنا بقول مثلا لو قال لي أي مشروع في حدود $1,000,000 يبقى محفي من الضرائب على طول، صفر ضرائب، ولكن يكون مسجل. ليه يا فندم؟ علشان تلغي ما بيسمى بالاقتصاد الموازي. الناس النهاردة بتتهرب كلما شريحة الضرائب زادت، فلازم يكون في تقنين. كلما شريحة الضرائب زادت النهاردة بتفي زيادة على الأعباء القانونية، ليه؟ بيبقى في منازعات. لا، الامور دي كلها لازم تحط في السياق يا فندم النهارده، توضع فيه بروتوكول كده للحكومه سواء دي او اللي جايه او ايا كانت، اجهزه الاستثمار علشان تقدر تعمل عليها لترسيخها للمجتمع المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا وعلى هذه المداخله. ايضا بنتابع مع حضراتكم ولا زلنا في الحديث عن الجزء الاقتصادي اللي جاء في تصريحات رئيس سيسي النهاردة، وبينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك معنا دكتور محمد. من خلال تصريحات رئيس سيسي اليوم، ما هو المسار الذي يمكن تنتهجه الدولة خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟ في البداية برحب بحضرتكم السادة المشاهدين. طبعا احنا زي ما شفنا في كلمة السيادة الرئيس، هي المسار اللي بتستهدفه الدولة واللي اعتقد ان هو يعني الطوق النجاح للخروج من الأزمة، هي الاعتماد على الذات. وخلينا نقول برضو ان في الفترة اللي فاتت كنا دائما بنحتاج الى جانب الاليات الاقتصادية، اليات ضبط السوق، لان طبعا هو اللي تسببت الازمة خلال الفترة اللي شفناها الفترة الماضية، الازمات اللي تسببت معدل التضخم المرتفع جدا اللي احنا بنشهده في الوقت الحالي، هي الغياب او مش غياب، احنا عاوزين دور امني او دور رقابي يطبق اللي بنقول ضبط الاسواق، بدايه من كل الاسواق السلع الاساسيه اللي سببت النهارده اختفائها في الاسواق من قبل القله، ارتفاع معدل التضخم، واللي تسبب بشكل مباشر طبعا ان الدوله عشان تسيطر على هذه الاسواق ابتدت تضخ في من المخزون الاستراتيجي مره اخرى لزياده المعروض، وتسبب دوت في اعاده الطلب من قبل الدوله لسد الفجوه، فكان دوت ضغط على العمله الصعبه وارتفاع في قيمه الدولار. فاعتقد النهارده من اولى الاولويات هي ضبط الاسواق في الاساس، استخدام اليات الدوله بكل بقطاعاتها وبكل مستوياتها لاستشعار المواطن المصري بأن الدولة المصرية لديها آليات تمكنها من السيطرة على الأسواق،
بيتكلم النهارده على سعر الصرف او قيمه الدولار باعتبار ان هو النهارده هو الشغل الشاغل لكل حتى المواطن البسيط الذي لا يتعامل في الدولار. لكن النهارده اللي يمكن زي ما تطرق فخامه الرئيس ان مواردنا الدولاريه لا تواكب نفقاتنا اللي بيتم انفاقها، ويمكن هي دي المشكله الكبرى. فعشان عاوزين نعظم من مواردنا الدولاريه مش هيجي دوت الا بزياده الانتاج، والنهارده مش هيجي الا بزياده الانتاج الموجه للسوق المحلي باعتباره هو البديل الامثل والامن والمواكب لكافه معايير الجوده الاوروبيه ليكون بديل للمستورد من جهه، والجانب الاخر طبعا هو زياده الصادرات المصريه ولا سيما الصادرات ذات المكون المحلي. النهارده مشكله كبيره، احنا بنصدر صادرات المكون الاجنبي فيها كبير جدا، فبيبقى العائد على الاقتصاد المصري بسيط. انا في الاساس انا تحملت سعر صرف دولار في شراء هذه المدخلات الانتاج اللي انا صنعتها في مصر، وبعد كده بعيد تصديرها مره اخرى، بيكون الهامش بسيط جدا. لكن النهارده لما بستهدف صناعه فيها نسبه مكون محلي، بيعتقد النهارده دوت بيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري. النهارده لما بخلق قيمه مضافه من المواد الخام اللي كان بيتم تصديرها في فتره من الزمن بشكلها الخام، والنهارده شفنا تغير كبير من قبل الدوله، زي النهارده بتكلم على الرمال البيضاء والرمال السوداء وتعظيم الاستفاده من هذه الامور. بتكلم النهارده على الصناعات اللي استهدفتها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من موردنا زي الغاز الطبيعي اللي اتجهت في صناعة الأسمدة، ويمكن هو ده وقت اللي حسن في الميزان التجاري اللي احنا شفناه في تحسن في الميزان التجاري، كان نتيجة لزيادة الصادرات بالأخص طبعا في قطاع الغاز والأسمدة، بالإضافة طبعا لقطاع الحاصلات الزراعية والمزروعات كان ليه برضه دور كبير في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. على الجانب الآخر طبعا بتستهدف الدولة تقليل الواردات، ولا سيما أن يكون الواردات المتخصصة اللي يقدر المصنع المصري دخول عملية تصنيعها ليكون المنتج المصري مدخل للصناعة المصرية ويكون بديل المستورد على أرض الواقع. أعتقد أن هي دي أهم يعني الخطوط العريضة اللي ممكن تحقق اللي يعني بنقول الطفرة في الضغط على الدولار، ان انا اعتمد على المنتج المحلي، ازود صادراتي، اقلل من وارداتي، ده كله هيكون ليه مردود باذن الله على الضغط اللي احنا بنشوفه يعني ايضا الأجنبية. نعم ده جزء من الحلول المطروحه بكل تاكيد، ولكن بالحديث ايضا عن احتياجات الدوله زي ما حضرتك اتكلمت، الرئيس السيسي قال ان الدوله بتحتاج ما يقرب من 3 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية لكل المواطنين بشكل شهري، وأوضح أيضا أن محطات الكهرباء وحدها بتحتاج إلى غاز بما يقارب مليار دولار شهريا. كيف يمكن تقليل يعني فاتورة الدولار في هذه الاحتياجات؟ يعني احنا عشان برضو نتكلم بصراحة، زي ما ممكن هو هاخد من كلمة سيادة الرئيس، دايما اللي بيعطي الرؤى والاطروحات الادوات اللي بالنسبه له متاحه ليه غير ادوات صنع القرار. فيعني خلينا برضو نقول ان الامور دي صعبه جدا النهارده عشان تقلل. لا اعتقد ان احنا في فتره من الفترات اللي احنا بنمر فيها هي يمكن من يعني وصلنا لفكره الرشاده انفاق. اعتقد النهارده ما فيش مصروف في نفقات الدوله تقدر الدوله ان هي تحلله، ان احنا وصلنا لحد الادنى في الانفاق. فاعتقد النهارده هو التحدي الادنى اللي تقدر تمشي بيه الدوله. لكن النهارده اللي انا بقدر عليه ان انا اعظم من ايراداتي في شكل زي ما قلنا التوجيه الصادرات المصريه، تعظيم الشراكات مع دول الجوار، تعظيم الشراكات مع زي ما بنشوف النهارده الاتحاد الاوروبي، ويمكن اللي استشعر اهميه الدور المصري بسبب الازمات العالميه في المنطقه، وان الامن الاستراتيجي لمصر هو امن امتداد للامن الاستراتيجي للاتحاد الاوروبي. ده كله بيعطينا الرؤيه ان في خطوات، يعني زي ما بنقول هي الازمه زي ما هي باينه ان في ازمه واضحه للجميع، في بعض بصيص الضوء اللي بيقول الدين بيدينا هدف ان احنا نكمل عليه، اللي احنا نزود الشراكات مع دول الجوار، نزود من صادراتنا، نقلل من وارداتنا. فاعتقد هو ده اللي احنا نقدر نشتغل عليه. طبعا زي ما سيادة الرئيس قال ان انا محتاج اللي انا الحصريات الدولاريه اللي تقدر تمكن الدوله من استيفاء حاجاتها، سواء الغاز، سواء للقمح عشان الريف العيش، سواء لاناره محطات الكهرباء. فكل دوت محتاج يعني في قرار مستمر. فدوت شفنا الفتره اللي فاتت في خلينا نقول ان في تكالب من اياد الشر على الاقتصاد المصري. شفنا النهارده في حاله من المنع لتحويلات المصريين بالخارج لدخولها مصر اللي بشكل استهدافها في اسواق موازيه او سوق سوداء بيتم استهدافها في بلاد المنبع اللي بيتم العمل فيها للمصريين. فكل ده ضغط
على الاسواق المحليه. اعتقد زي ما قلت حضرتك الدور الرقابي والضرب بيد من حديد على السوق السوداء المتاجره في كل السلع النهارده لا استثني سلعه، باعتبار النهارده ابتدينا بسلع اساسيه بتمثل مواطن، بدايه من البصل للسكر للسعر الحديد للحديد التسليح للمرور حتى وصلنا الى سعر الدولار اللي هو الناس بزعفانه النهارده وسلعه للتحويل مخزن للقيمه، وده كله بدور الاقتصاد المصري. وضحت الفكره مع ثقه اكثر في اقتصادنا من قبل المواطن المصري. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى خلال هذه التغطية عبر شاشة إكسترا نيوز، تابعنا معكم دلالات رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 72 اليوم. شكرا جزيلا لكم، كنت معكم خلال هذه التغطية أنا هشام عبد التواب، إلى اللقاء.